هذه راه روح واش عباد الله روح وعاد يبقى لك الوقت فاش تبقى تاجل شي تاجيل ماشي منطقي او لا تغطي على هذا او لا هذا. لا بغينا الحقيقه ان واحد مسمى مخدر وغايب عن عن عن, عن الوعي ديالو ودارت فيه ما بغا وقتلو هي دارت دور واحد انها دخلت اللي دخلت وسمعته وساهمت في الجريمه هي واحده من المجرمين ولكن كاين مجرمين واحدين اخرين مشاركين كيدرقوا عليهم. حنا ما غتنزلوش الى حقنا مهما كان الثمن. السلام عليكم. نذكروا الاب ديال المرحوم انور اللي كانت تقتل في الاخر ديال 2022 في شهر 11 يوم كانت الجلسه 28 من الصباح وحنا جالسين هنايا كنساينوا حضروا اليوم مشتبه فيها الرئيسيه اللي هي فعلا هي مشاركه في الجريمه بالتصميم باستدراج هي واحده من 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 المجرمين ولكن حنا كنقولوها من قبل ودابا اكدت عليها المحاميه ديالنا خوتها حتى هما مشاركين في الجريمه كاينه دلائل كاينه انهم كانوا حاضر كان التليفون ديالهم كاين بالنسبه لنا حنايا بالنسبه للجيران بالنسبه للاصدقاء المرحوم كان البحث عليهم بالنقطه والفصيله والاخرين ما كاينش نهائيا ولا محضر ولا صوره لهم نهائيا اي بيست كتأدي لهم كيسدوها. اليوم ذكرت المحاميه بطلبات خصي يحضروا خصوصا الاخ ديالها واحد راه سبق له حضر هنايا علاش ما يحضرش باش نوروا الراي العام وباش نعرفوا نطرحوا الاسئله ومحامون يسولوا ونعرفوا ديك الساعات واش ديك الشيء واش مشارك ولا مشاركش. كان متهم خصو يؤدي الثمن ماشي متهم بريء راه غادي يمشي في حاله. حنا ما غنتنازلوش الى حقنا مهما كان الثمن ما كنطلبوش بشي حاجه مستحيله. واش واحد عباد الله كان التليفون ديالو تمينات واش الحرس العماره كيقول لك طلع معاه شخص وفي الاخر كتولي تحيد لي اي بيست غادي المجرمين واحدين اخرين وكتافي انت بوحده راه حنا ما غنبقاوش نعاودوا ديك الاسطوانه انها بنيه ديالها وهذا انها ماشي هي اللي قتلت لان هذيك السميه عام وزياده وحنا كنطلبوا بها عاد جابوها حتى لشهر 11 حتى لشهر 5 عاد جابوها 14 شهر 5 عاد جابوها ديال 2024 وانت عندك ان الهالك ما قومش نهائيا وهي كتقول لك وداك الشيء اللي قالته هويا يتنافى نهائيا مع ان واحد مسمى مخدر وغايب عن عن عن, عن الوعي ديالو ودارت فيه ما بغا وقتلو هي دارت دور واحد انها دخلت اللي دخلت وسمته وساهمت في الجريمه هي واحده من المجرمين ولكن كاينه مجرمين واحدين اخرين مشاركين كيدرقوا عليهم. اليوم المحاميه ديالنا ذكرت بهذا الشيء هذا كامل تم تاجيل بناء على هذا الشيء هذا حتى 15 شهر 10 حنا متشبتين وبغينا نعرفوا الحقيقه كامله لا ما بغينا نظلموا حتى شي واحد ولكن الحقيقه خصنا نعرفوها. اللي قتل ولدنا خصو يتعاقب ما تجيبلي شي وحده ودير لي كبش فداء وتولي هي تهز التهمه والطريقه باش دارت بها جريمه ديال الناس محترفين وما كنستبعدش انهم قتلوا واحدين اخرين او غيقتلوا. هاد المجرمين محترفين وعندهم كيتقسموا الادوار كاين اللي كيخدر كاين اللي كيقتل كاين اللي كيرشي كاين اللي كيدير كل ما عندهم هو مجري عائله معروفه بالاجرام وعندهم سوابق في برا وهادشي اللي يمكن نقول لكم. سمحوا لنا اليوم رانا كنا تعطلنا بزاف راه ما نهار كامل والضغط والام ديال المرحوم عشتوها راه من نهار دابا نهار 15 ان شاء الله يكون عاوتاني عندنا جلسه ونشوفوا شنو كاينه. شكرا. طبيعه الحال هذا راه جلسه 28 حنا كما كنا كنقولوا في الاول بغينا السرعه وما بغيناش التسرع. ما تسرعش وتبغي تقلب لي الملف وتعطيني شي حاجه ماشي هي هذيك ولكن بغينا السرعه في اتخاذ القرارات وكل حاجه تكون في وقتها وكل واحد يتحمل مسؤوليته. هذه راه روح واش عباد الله روح وعاد يبقى لك الوقت فاش تبقى تاجل شي تاجيل ماشي منطقي او لا تغطي على هذا او لا هذا. لا بغينا الحقيقه وهذه قضيه راه كيعرى الراي العام كامل داخل الوطن وخارج الوطن وان شاء الله بتضافر الجميع وكاينه حنا كنامنوا بان هذا الشيء هذا مقدر علينا. اي عبد اي انسان راه ما غادي يقدر يدير على داكشي اللي مكتب لك الله سبحانه وتعالى. حق ولدنا ما عسكتوش عليه وامنا في الله سبحانه وتعالى باش ياخذوا المجرمين الحقيقيين الجزاء ديالهم. وشكرا هادشي اللي يمكن نقول لكم هاد الساعات. شكرا بزاف.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.